أنا حامل من أدهم نابلسي. حرام عليك يا أدهم لما ترمينا بالشوارع أنا وابنك محمد. مفاجأة من العيار التقيل فجرتها إنجي خوري عبر حسابها على الإنستجرام. الأول لو ما تعرفش مين إنجي خوري، أحب أقولك إنها مطربة وفنانة استعراضية بس بتعرف حاجة غير الفن. أما بقى أدهم نابلسي مغني أردني ظهر لأول مرة في برنامج إكس فاكتور وحقق نجاح كبير بسبب حلاوة صوته، لكنه قرر يعتزل الغنى وقال إن الفن حرام وبقى حديث السوشيال ميديا، وأغلب الجمهور كان مأيده في قراره. الموضوع بقى عجب الأخت إنجي خوري وطلعت في فيديو بتقوله توبني توبني وتجوزني، والست الحقيقة ما قصرتش، قالت له لو اتجوزتني هتحجب وصلي وتوب وحتى التليفون مش عايزاه. كمان قالت له يا شيخ أدهم اللي اتجوز واحدة بتلبس مفتوح ويتوبها بيدخل بيها الجنة، انت مش عايز تدخل الجنة ولا ايه؟ والظاهر كده انها لقت نابلسي مش معبرها والأضواء اتشالت من عليها. قالت ايه بقى؟ أما أعمل زي الأفلام العربي القديمة، وطلعت علينا ببطن منفوخة ونظرات استعطاف بس قلبت منها على نظرات تناحة شوية، وكل شوية تحط صورة سونار للجنين وتكتب أدهم نابلسي عامل لي بلوك وطلب مني أجهض الجنين، وشوية تكتب حرام عليك ما تعملش معايا كده علشان ابننا محمد، وعمالة تنزل كده شوية طلاسم محتاجة ساحر هندي يفكها، وكتبت إمام جميع روح صالي قبل ما تبعتلنا أنا وأبناء محمد عالم يخطفونا يا إمام جميع نابلسي، وحطت صورة لأدهم نابلسي بس المرة دي بتشتم في أبو محمد وبتقوله ليك يا داعشية عم ابعتلي عالم يقتلونا، بحب خبرك الله يحمينا وعمل شي تحبه. طبعا أنا مش فاهم بصراحة الكلام، والكلام فيه ألفاظ بذيئة بس مش هينفع نقولها هنا طبعا، بس الكلام غريب، تعويذة على شتيمة على حب على كره، يعني ما تعرفش كده مشاعر متلخبطة أنا نفسي مش فاهمها بصراحة. بعدها بقى حطت صورة لأشعة السونار وكتبت هاد ابنك بالحلال، انت قلتلي ما نجيب ابن حرام، عاهل دنيا متل كتير، وهاد ابن محمد بالحلال 3 شهور، وحسستني للغرفة يا زلمة قلبك حجر بالأساس يا إمام جامع. يا شيخة بقى يا شيخة، ده أنا عمال أقرأ عربي غريب، إيه يا شيخة ده؟ إيه بقى؟ الغريب بقى يا جماعة إنها حذفت كل صورها وفيديوهاتها اللي كانت موجودة، وبرضو مش هنعرضها عشان إحنا مش ناقصين ذنوب وعاوزين ربنا يكرمنا كده في الفيديو. طبعا الكل محتار وعايز يعرف الحقيقة، فكان لازم أدهم نابلسي يخرج عن صمته، وكتب أول رد على حسابه الشخصي على الفيسبوك لحظة الوقوف أمام رب العالمين يوم القيامة هي أسعد لحظة لكل شخص عاش حياته وكل همه يرضي رب العالمين، وفي نفس الوقت هي لحظة صعبة ومؤلمة لكل شخص كان بعيد عن رب العالمين وقام بنشر كل شيء يغضب رب العالمين وكان يأذي الناس ويفتري عليهم. وعادة لا أحب أرد على الشائعات والتي يجب علينا جميعا ألا نهتم بوجودها، لأن مروجيها لا يردون إلى الشهرة والفتنة بين الناس، وهذه المرة سيكون ردي الأول والأخير على هذه الإشاعات إنها ليست صحيحة. وختم البوست ده بآية قرآنية، بصراحة أنا شايف إن ده أحسن رد يتقال على أي حد ممكن يكذب ويشوه صورة إنسان علشان بس يتشهر ويبقى ترند. ما هو ما تبقاش نايم في أمان الله وتصحى تلاقي واحدة عمرك ما قابلتها تقولك أنا حامل منك وكمان الواد اسمه محمد، اللي هو مين محمد ده؟ يعني طيب السلام عليكم.